تتواصل تظاهرة أيام تلمسان للأدب الشعبي في أسبوعها الثاني على التوالي. التظاهرة تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون وبرعاية كريمة من السيد والي ولاية تلمسان ومن تنظيم جمعية البدر الولائية وبالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون لولاية تلمسان. التظاهرة عرفت إقبالا غفيرا يوم الافتتاح الرسمي، ومعنا السيد سعادي زكريا رئيس جمعية البدر الولائية ليتكلم لنا عن النشاطات السابقة وكذلك عن باقي البرنامج. أيام تلمسان للأدب الشعبي هي تظاهرة ثقافية أدبية تبتعد لنا عن النمطية. بدأت لنا يوم 15 جويلية أين كان تنشيط الطفولة بهدف الترويح عنهم وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الورشات المنظمة في يوم الافتتاح. يوم الافتتاح ما عرفناش فقط الورشات اللي كانت الألغاز الشعبية، الحكاية الشعبية والأمثلة الشعبية، وأيضا امتدت لنا إلى استعراض للفرق التراثية، معارض المؤسسات الثقافية، عروض متنوعة تهتم لنا بالتراث الشفهي للمنطقة، وكذلك مجموعة من القاعدات. هذا ما كان خلال يوم الافتتاح، لننتقل في نفس المكان فقط إلى جلسة الشعراء اللي حضروا لنا مختلف بلديات ولاية تلمسان، ومن ثم كانت في جلسات قراءة للشباب ببلديتين بوحلو وحمام بغرارة. بلدية بوحلو أيضا كان لنا فيها يوم دراسي من تأطير أساتذة من جامعة تلمسان بموضوع الأهازيج النسوية، وننتقل من الشعبوي إلى الأكاديمي ومن الأكاديمي إلى أكاديمي البحث، أين كان لنا يوم دراسي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بمحاضرة أكاديمية من قبل مؤطرين من قبل أساتذة في التخصص. المناطق عديدة اللي عرفتها، مع معرض الكتاب بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، أين كانت بلدية سيدي مجاهد ولاد رياح وهناي. البرنامج مازال متواصل، أين ستكون لنا مبادرة على مؤسسات استشفائية سبد والغزوات ومغنية، ليكون الاختتام يشملنا كل ما تم جمع. إذا الشكر، كل الشكر لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذا الحدث، وشكرا لكم أيضا أنتم متابعين الكرام.